السلام عليكم so we're gonna start the next uh, story. يعقوب عليه السلام بسم الله بشرت الملائكة بموليد سيدنا يعقوب عليه السلام ففرح بهذه البشارة جده ابراهيم عليه السلام وجدته سارة التي ولد في حياتها فسعدت به، لما كبر سيدنا يعقوب عليه السلام، أوحى الله تعالى إليه وجعله نبيا، فصار يدعو قومه إلى الإيمان بالله وطاعته. رزق الله تعالى سيدنا يعقوب عليه السلام بإثنى عشر رجلا وكان منهم سيدنا يوسف عليه السلام الذي كان نبيا لما كان يوسف عليه السلام صغيرا خاف عليه أبوه يعقوب وأحاط وأحاطه بعطفه وصار لا يبتعد عنه فظن إخوته أنه يحبه أكثر منهم وفكروا في حلية، وفكروا في حلية ليبتعد يوسف عليه السلام عنه فيتجه حبه إليهم، أخذوا يوسف عليه السلام وألقوه في بئر واخذه المسافرون وبعوه للمصريين وفقده ابوه يعقوب عليه السلام زمنا طويلا فحزن حزنا شديدا عليه وظل يبقي حتى فقد بصره وصبر صبرا جميلا غاب عنه أيضا ولده الأصغر بن يمين. فتذكر يوسف عليه السلام لكنه لم ييأس ولما قابل أبناؤه يوسف عليه, عليه السلام في مصر, في مصر أرسل يوسف عليه السلام قميصه إلى أبيه معهم فوضعه على وجهه فعاد إليه بصره بقدرة الله تعالى. جمع الله تعالى شمل الأسرة كلها في مصر في ضيافة يوسف عليه السلام الذي كان وزيرا فعادت الحياة السعيدة الى يعقوب وأسرته عاش يعقوب عليه السلام في مصر بقية عمره ولما حضرت حضرته الوفاة جمع أبناؤه أبناءه فوصاهم بعبادة الله وحده لا شريك له ولما مات عليه السلام نقل إلى نقل إلى الشام ليدفن بجوار أبيه إسحاق عليه السلام وجده إبراهيم عليه السلام وكانت هذه وصيته ليوسف عليه السلام اللهم ألهقنا بهم في الصالحين أسئلة أجب عن الأسئلة الآتية ماذا فعل إخوة يوسف به لماذا فقد سيدنا يعقوب بصره؟ كيف عاد بصر سيدنا يعقوب إليه؟ أكمل ما أكمل ما يأتي، كان سيدنا من الصابرين. سيدنا يوسف أحد أبناء سيدنا جمع الله شم. شمل أسرة سيدنا في مصر ضع علم خطأ أو علم صحي، دفن سيدنا يعقوب في مصر.